يكونش فيلم قديم محروق. يا جدعان مفيش حد هنا؟ يا نهار اسود، هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده؟ ايه ده؟ لا دي نسوان. الله، نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز. مزز ايه ووكسة ايه؟ يا حول الله يا رب، دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي على دار النسوان الارض يا اختي. نسوان الارض يا اختي. يا خرابي، اوعى ما تبلش فرايا يا اختي. يا خرابي نسوان كده. الدور عليا يا اختي. عاملينه للتواليت يا عيني. ايه ده اللي جرى لكوكب الارض؟ هي النسوان نشفت والرجاله طريت يا تعالى 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 تعالى. انت عفريت؟ ام الجزمه برقبه واقفه قدامك. تعالى ولاد عمي. الله، انت خايف؟ او النبي يابا، انا كبرت وبقيت بخوف يابا. خد يا خد والنبي تهزيه. غمض عينك فتح. يابا انا بلغت يابا. خد يا تعال هكسرك. لسه محمر هكسرك. تموت. تعال هنا. تعال، انا اسف. اول مره يطلع لي عفريت. انا اول مره يطلع لي راجل. طب غمض عينك. فتح. انت هتقرفني. سيبوه. تعالى النبي والنبي والنبي. تعالى اديك مناخيرك. تعالى، مين اللي داس على الزرار وطلعني من الكاميرا؟ غصب عني وربنا. مين؟ انا غصب عني انا. انت وخايف يا عبيط؟ ده انت تشكر ربنا، ده انا هبقى خدامك، هعمل كده احقق لك اللي بتحلم بيه. الاهرامات ايه؟ فين النيل؟ اهو النيل. تاكس تاكس. تعالى هنا هجيب لك كده. نروح اوريك النيل. اوعدك طالما في مصر كل طلباتك هتتحقق، الا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. ايه هم؟ لا الصحه ولا النسكافيه. اتفقنا؟ النسكافيه بالراحه. الصحه دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ ايوه. والنسكافيه هتقرفني بقى، هتقعد تقول لي دعكولي شويه، فين المج بقى؟ وانا مش اهواجي. وانا ما بحبش النسكافيه. اوعى تهزقني. ما بحبش النسكافيه. انا ابن ناس فوق وانا ابن كلب تحت. اتفقنا؟ تعالى بقى اجيب لك ايه؟ اجيب لك فرنسا تلعب فيها شويه؟ ما بعرفش اتكلم فرنسي. تعالى اوديك الصومال. عاوز تطلعني بلبوصه في الاخبار؟ يا وكيل انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك. انت ايه اللي دخلك الكاميرا دي؟ ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام، وانت اللي طلعتني، عشان كده انا لازم ابقى خدامك. انت لطيف قوي يا. الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عفروتو. عاشق لسامي يا عفروتو. الله يخليك. وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت. عفرت. ومدام عفرت، عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله وربنا. هتستظرف على امي شويه. لا والله. وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخليفه. انا حبيتك ابن عمتي اهو. مالك؟ ده عفريت قريبي، ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه، سلم عليه. طب بوس بوس عمه. بوس يا بوس عمه. بوس عمه. العب في التهبل ده. خلاص انت نزلت فين؟ انا ضمك هنا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت حد انت عارف. الف مبروك، هجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه، واحد قريبه هيشغله في نعمه. نعمه؟ ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. شغالين على وسط البلد اليومين دول. دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا، ممكن تدعك لي ظهري؟ ممكن، بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم وكيل. ها يلا حبيبي. يلا 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 بابا. اسمك عفروت؟ عفروت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي. عفروتو احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي؟ لا ده بتاعي لوحدي. يلا حبيبي. عفروتو احمد. يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بيضحكوا عليكم يا حبتي. يلا يلا. ده حتى من غير سلسله. احنا الدفعه الجديده نازله من غير سلاسل يا وكيل. 14 عفريت بيجربونا. بيجربوكوا؟ اه والنبي. يلا حبيبي. ايوه هو ده. ايوه الله رقبتي.
انت مجنون ولا ايه؟ ليه طيب؟ مش انتوا ضهركم فوقيه الرقبه زيكم بالظبط؟ يلا والنبي يلا يلا وشي وشي لسه شارح لك. انا اول مره اشتغل في جسم ملخبط بالطريقه دي. اديني شارح. انا عارف لك راس من رجلين. انا هفهمك والنبي ظهري اللي في النص. اشتغل هنا؟ ايوه هنا. هاد. ايوه اتك شويه. ايوه ايوه الله يفتح عليك الواحد جسمه فك. الله عارف. في عربية زلط قلبت هنا. عربية يا راجل تعال بص بص سلم عليه بقى. غربتك الراجل مات. الراجل ايه يا وكيل انت شفت عفريت قدامك؟ امال يعني شفت هيثم؟ معلش معلش اتكل على الله يا وكيل احنا بنجمد قلبك عشان ياما ضيوف هتنزل. لا ما تجيبش حد تاني عفرنته. خلاص انا اسف تعال يلا امرني اعمل لك ايه؟ يلا قول اللي انتوا بتقولوها دي. اللي هي ايه؟ اول ما بتطلعوا البني ادم مش بتقولوا شبيك شبيك عبدك ما بيني هو تنزل لك طرزان؟ ايه ده؟ شبيك ايه؟ شبيك شبيك اللي بتقولوها دي يا النبي ده انت قديم قوي يا وكيل. ليه؟ دي اتلغت من زمان. لغيتش شبيك شبيك؟ دي كانت ستي بتحكيها لنا احنا عفاريت صغننه كده والله اتلغت. لغيتوها؟ دلوقتي ما بننزل على بني ادم نقول له انجح اسود منظر اؤمر واتقنعر. ايه رايك؟ طب والله احلى من شبيك شبيك. صح صح. يلا واحده الجعس. طب والنبي لقمه؟ اديني واحده الجعس بس. لقمه جعان جعان والنبي اي لقمه؟ جعان؟ اه والنبي. طب ما كانتش في القطر وانت جاي ليه؟ والنبي جعان. جعان حاضر اشوف لك حاجه في الثلاجه. لا استنى. هاي 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 كان التلاجة بالقعدة بتاعتها دايما عامر يا وكيل اكل زي ايه ده؟ ايه؟ ابعد شوية. في ايه؟ هبولة. طب الحمام قريب. لا مش دي هبولة. لا عشان ما تعملش ايه بقول لك هبولة. ابعد ابعد يا با صحة يا عفروتو. الحمد لله الحمد لله. مين بينازع جواك ده؟ دي بطني انا. تعالى تعالى ممكن كوبايه شاي؟ اجيب لك كوبايه شاي. اقول لحضرتك حاجه انتوا عندكم سخان هنا؟ اه 100 لتر. 100 يا فرج الله. ايه ايه استنى. ايه 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 حجمه مش قد معدته ابدا. شاكرين على الشاي يا عم وكيل زي الفل. يا ساتر يا رب. في ايه؟ هبوله. هتبوله انا اعمل ايه؟ هبوله الا هبوله. صحة يا عفروت. انت بلع خلاط؟ خلاط ايه؟ ايه اللي بيقلب جوه ده؟ انا بلعت التلاجة والسخان. ايوه ايه؟ عفروت عمر والناس بالتلاجة والسخان اللي كلتهم يا حبيبي. اه تجيب لي غيرهم اسئلة واولاد عمي شركة. طب انا عارضة ذمتك شركة فيهم. في واحد يطلع له عفريت يقول له تلاجة وسخان انت موظف ايه؟ لا ده؟ لا ما اقصدش. لا في ايه؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ هو ده المحمول بتاعكم؟ اه ده ماركة فوشيا؟ الو الو هيا حاجة امي بتطمن عليا. يعني جاي رحلة؟ يعني انت عاملة ايه؟ انا في مصر. التليفون ده بتاعك يا وكيل؟ ايوه شكله حلو قوي. بقول لك ايه يا امي اقفلي وانا هكلمك عشان الفواتير. ها اقفلي. الو يا نهار اسود الشبكة زبالة فوق. انتوا كمان؟ اه والله ممكن اكلم من تليفونك؟ لا لا اطلب من ده. لا ده باص خلاص. ليه هو مرة ويترمي؟ والنبي دقيقتين. ها ده ما يستحملش. هطمن على الحاج. الكارت بتاعه ما يستحملش. شاكر قوي. الو يا امي عاملة ايه؟ اه نزلت وانت نايمة ما حبيتش اقلقك. خلص خلص لو سمحت انت لسه هتقول لها نايمة وصاحية. خلص خلي فيه ذوق. ها متكرديه. ها يا حبيبتي اقمري. يلا خلص. بقول لك خلي فيه ذوق خلي فيه ذوق. ها عشان ما اقلبش عليك. ها ايوه حاجة انا عاوز اروح ابولا. دي واحد اقمري كحلي. بقول لك ايه يا وكيل؟ نعم. عندكم محل بيبيع عبايات شيك كده؟ يامك عاوز تعمل شوبينج عندنا؟ وانت مالك يا امي والله امك؟ امك انت بس خلص. حاضر. ايوه حبيبتي حاضر. ايه؟ لا فلوس ايه؟ انا لسه ما اشتغلتش والله ما معاك. طب خلاص هتصرف هستلف من الكافيين اللي نزلت عنده راجل طيب قوي. كافيين ايه؟ كافيين ايه يا اخويا؟ هو انا كنت بعت لك تاشيره؟ ده انت نازل عليا زي القضل مستعجل. وخلص التليفون. بكلم امي. امي وده تليفون امي. امي انا عارف انت جاي منين ودقيقه لغايه عندكم بكام يا وكيل. الو هيا حاجه ايه ده جرس الباب اتصلح؟ طب افتح افتح. انت لسه هتستناها لما تفتح الباب؟ شوف مين داخل على امي الوليه بطولها يا وكيل. يعني حد هيأذيها؟ ما انت ممكن تاكل اي حد. الو انت فين يا بنت صايع بقالك اسبوع؟ مين دي؟ سهير اختي.
اختك اسمها سهير؟ اه سهير. اقفلي يا ست سهير. ايه ده؟ ايه الاحراج ده؟ ايه ده؟ بتحرجني قدام عيلتي يا وكيل. ايه اخره الخدمه اللي عملتها؟ ايه حد بولع؟ لا حاجه تانيه. امال ايه؟ ما انت نازل تبولع وطالع. يا بابا يرحمك الله يا عفروته. ايه وكيل تعالى مالك؟ انا بقول استنى بره لغايه ما تنضف خالص ونقعد مع بعض. يا راجل دي شكلياه. يلا عشان اسعدك بقى. يلا التليفون. الحمد لله. رد بسرعه. يلا الحمد لله لسه شغال. الو مين؟ عفروته مين؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ ايه خلاص ترشت؟ اديت نمرتي لحد؟ لا تلاقي النمره طلعت لام اديتها لحد من اصحابي. شوف مين. ما فيش امك تتصرف من مزاجها ليه؟ انا اسف. شوف مين. طيب شوف مين. اشوف هي ايه هي المساله؟ شوف مين. ما انا اشوف مساله ان التليفون اتعفرط كده. ما تخافش اصلحه لك. بس شوف مين. شوف مين. مين بيتكلم؟ مين؟ عذراء قوت. كيلو كيلو. قول له بيتغدى. قول له كلمه بعد شويه. هو انا خلاص بقيت شغال عند اهلك؟ والواد ده والنبي انا واخد منه خلاط بالقسط وبقالي 3 شهور ما دفعتش. يا لهوي. واخد خلاط بالقسط ونازل تسعدني. حياتي الشخصيه حاجه وشغلي حاجه. والنبي يا وكيل. ها والنبي قول له ايه؟ قول له راح لحسن. قول له راح لحسن. حسن مين؟ قول له اي حاجه. والنبي يا اخ عذراء قوت ما تطلبش النمره دي تاني. مفيش حد بالاسم ده عندنا. وادي التليفون. حصل خير. حصل خير. تعال تعال اقعد بقى عشان ايه نبدا السعاده. ايوه هتقولي. ايوه ايوه اسم الوكيل مصري. امال يعني من بوركينا فاسو؟ انا مش عايز غلبه. مصري. ايوه مصري. بص قدام. مصري. اه امك عايشه؟ ماتت. ابوك عايش؟ مات. حد من خلانك عمامك عايشين؟ ماتوا. في حد تعرفه عايش؟ صدق ماتوا. تحب تروح لهم؟ للنعم. امال قاعد لوحدك بتهبط ايه؟ وانت مالك؟ وانت بتصرف عليا قاعد على دماغك؟ لا اللي تحب هو ده اللي قدرت عليه. تحب تروح لهم؟ معلش ما انا لو كرمت نفسي اروح لهم. ايه اللي مشكله؟ بعد الشر دي بينات روتين. بص قدام. ايوه جاس منظر. امر وتنعر. نفسك في ايه؟ نفسي